برحب بحضراتكم جديد وحلقه جديده من جيل المستقبل. اكيد معانا فقرات متنوعه النهارده بنشوف فيها تحيه نماذج مشرفه من جيل المستقبل، وكمان بنطلع على كل جديد في العالم. الحقيقه طبعا في ثوره كبيره جدا احدثتها شركه فيسبوك حينما اعلن رئيس الشركه التنفيذي مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي بان هناك تقنيات حديثه سيتم ادخالها وتحويل اسم المنصات التابعه لهذه الشركه الى شركه ميتا. الحقيقه الميتا فايروس يعني موضوع جديد او ثوره جديده في العالم الرقمي، اكيد هنعرف تفاصيلها بشكل كبير جدا ونعرف ايه اللي دار وايه المستقبل وماذا يحمل الجديد حول هذا الموضوع. في الحقيقه اصبح الشغل الشاغل للمنصات وللشباب ويمكن للعالم كله، في الحقيقه ما فيش غنى اطلاقا عن مواقع التواصل الاجتماعي لان اصبحت جزء كبير في حياتنا وبتاخد طبعا اكبر جزء موجود معانا. الموضوع الثاني معنا نموذج من نماذج جيل المستقبل، شابه جميله بتحاول تكون لها تميز الحقيقه في مجال من المجالات، لكن هي يعني تميزت في الفاليه، اكيد هنشوفها واكيد هندرس ونشوف هي حبت الموضوع ازاي وده اثره كمان على الدراسه والمتعلقات طبعا الخاصه بالحياه بشكل عام، ده كمان اللي هنعرفه باذن الله بعد الفاصل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم من جديد. اكيد المنصه العالميه لمنتدى شباب العالم هي الفكر الان والكل بيحاول يكون موجود باذن الله في هذا المنتدى الهام اللي هيعقد في شهر يناير القادم. اعلنت اداره منتدى شباب العالم فتح باب التسجيل للمشاركه في العروض الفنيه والثقافيه بمسرح شباب العالم. دعي كل الشباب الواعد من اصحاب المواهب من مختلف الثقافات حول العالم للاشتراك في مسرح شباب العالم، واللي بينطلق هذا العام في نسخه الثالثه تحت شعار الفنون والثقافه جزء من التنميه وحق من حقوق الانسان. ذكرت كمان اداره المنتدى ان بيئه ضمن فعاليات المنتدى في النسخه الرابعه المقرر انعقادها في شرم الشيخ في الفتره من 10 حتى 13 يناير 2022. اشارت الى ان فتره التسجيل تمتد لتجارب الاداء الخاصه بمسرح شباب العالم حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، ومن خلال ملء نموذج التسجيل عبر الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم. قال محافظ الغربية دكتور طارق رحمي إن إجمالي قيمة مشروعات الشباب اللي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية للشباب مشروع في مدينة المحلة الكبرى بلغ حوالي 210 مليون جنيه، مشير لأن عدد المشروعات اللي تم تمويلها بلغت حوالي 1795 مشروع وفرت 1810 فرص عمل. شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور واللي بيوفر حوالي 8258 فرصة عمل للذكور والإناث لحملة المؤهلات فضلا عن المهن الفنية بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ووفرتها حوالي 42 شركة من شركات العاشر من رمضان وبالبيس بأجور مجزية. وقال سعفان إن ملتقيات التوظيف تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بتسهم في خفض نسبة البطالة وزيادة معدلات التشغيل. ده استعراض سريع لبعض الأخبار اللي موجودة معانا، بنبدأ مباشرة بعد الفاصل في أولى حواراتنا في جيل المستقبل. مرحبا بحضراتكم من جديد. الميتا فايروس وحديث العالم الآن وحديث المنصات وحديث كل الشباب وحديث حتى كل القطاعات في العالم، ما هو مصطلح الميتا فايروس وهل فعلا يشكل ثورة تكنولوجية حديثة؟ ممكن تبقى قاعد دلوقتي في مكان وتحب تزور مكان وتتجول فيه وتشوف اللي بيحصل فيه، تحب تاكل أكل معين، تحب تشوف ناس هم ما بقوش موجودين على قيد الحياة. الحقيقة كل الحاجات دي أصبحت مش حلم إطلاقا، أصبحت أنت ممكن تعملها وانت قاعد في بيتك أو قاعد على في مكان عملك بضغطة على زرار واحد. أكيد هنعرف تفاصيل كتيرة جدا جدا عن الثورة الجديدة الموجودة في الإنترنت مع ضيفنا الكريم الأستاذ أشرف الجندي الباحث في التحول الرقمي. أستاذ أشرف برحب بيك.
اهلا وسهلا بحضرتك استاذ المشاهدين. اهلا بيك. اهلا بسيادتك. ايه الموضوع بقى؟ الموضوع ايه الضجه اللي احنا فيها دي؟ الموضوع جميل ومطمئن وفي نفس الوقت حاجه انترستد والناس كلها مستنيه. بدايه هنتكلم عن موضوع عن كلمه الميتافيرس. الميتافيرس عباره عن شقين، الجزء الاول هو كلمه ميتا وهي عباره عن كلمه ما وراء او بيوند ذا ماترز او بيوند ذا نيوفيرس. الكلمه الثانيه هي كلمه فيرس وهي اختصار لكلمه يونيفيرس عالم او كون. فطبعا المفروض ان رتم الحياه هو التطوير، واي حاجه في الدنيا بتمر بمراحل تطوير وما بترضيش الانسان الى ما لا نهايه. فاحنا لو جينا ناخد الموضوع بشكل تاريخي في البدايه عشان الناس تفهم احنا رايحين فين وجايين منين، هنقول ان احنا مرينا بمرحله الثوره الاولى الصناعيه الاولى وعصر المراجل البخاريه وما ارتبط بها من الصناعه، وبعد كده دخلنا في الثوره الصناعيه الثانيه ودخول الكهرباء وتغيير فكر الصناعه في العالم للماس برودكشن والانتاج العظيم الكبير والكلام ده كله، وبعد كده دخلنا في المرحله اللي هي مرحله الثوره بتاعه الالكترونيه. الثوره الالكترونيه خلتنا في عالم تاني خالص، بدايه من الكمبيوتر والشغل اللي مرتبط بيه عن طريق التحكم في كل انظمه الانتاج والحياه الاجتماعيه والاقتصاديه، عن طريق التحكم الالكتروني او الاوتوميشنز او التحول الرقمي اللي احنا بصدده وكجزء منه النهارده. فاحنا هنركز النهارده على النقطه اللي احنا جايين نتكلم فيها. اولا احنا داخلين في مرحله ما عندناش حق الاختيار فيها. العالم بيتحول لتقنيات حديثه، وزي ما احنا عارفين في علم الاداره وعلم التسويق ان كل منتج ليه مرحله نمو وفي مرحله نضج واستمراريه ومرحله انحدار. موضوع الانترنت خد الوقت بتاعه ودعم البشريه على كل القطاعات، الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه وعلى كل المستقفيه وكل المستويات، وبدا يجي دور تقنيات حديثه هتنقل لثوره جديده من الانترنت الفائق السرعه اللي بيتحمل التقنيات والبرامج والابلكيشنز اللي المفروض هتشتغل في العصر الجديد. فاحنا داخلين في حاجه اسمها عصر البيج داتا. ايه البيج داتا؟ البيج داتا ديت عباره عن كم من المعلومات المرتبطه بالبرامج اللي المفروض نكون احنا جاهزين ليها ببنيه تحتيه وببرامج بتقدر تتحمل الكلام ده كله عشان نقدر نتواكب مع المتطلبات العصريه الحديثه. دخلنا في عصر الانترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، دخلنا في عصر الارتفيشال انتليجنت او الارتفيشال الذكاء الاصطناعي. بالظبط، كل ده احنا دخلنا فيه لحد ما وصلنا للنقطه النهارده اللي العالم كله واقف قدامها وبيقول احنا رايحين فين. نقطه العالم الافتراضي او الميتا فيرس. ايه هو الميتا فيرس بشكل بسيط عشان المشاهدين يفهموه؟ احنا عندنا دلوقتي بقى لنا فتره مش قصيره الناس وخصوصا الاجيال الجديده بتتعامل مع الجيمز وبتتعامل مع الصوت والصوره بشكل فيه اكثر تفاعل، فبداوا يدخلوا في الجيمز بشخصيات افاتارز هم عاملينها لنفسهم ويدخلوا يتفاعلوا ويتحركوا بناء على تقنيات بتربط الحواس بتاعتهم وحركاتهم بالالعاب دي. ومن هنا جه شغل الدور الشركات العالميه اللي بتشتغل على الاقتصاد وتشتغل على التطوير عشان تفيد البشريه ليس فقط في مجال الالعاب ولكن في مجال التحول الرقمي والحياه الاقتصاديه والاجتماعيه. ومن هنا جه فكر مهم جدا جدا اللي هو فكر المرتبط بالتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي اللي لا محاله ان احنا نقف قدامه. عشان كده دولتنا بتشتغل على البنيه التحتيه وبتاهل نفسها في الفتره اللي جايه ان هي تندمج في العالم بشكل ديجيتال بشكل رقمي، ودي رؤيه الدوله لحد 2030. فاحنا شغالين على الموضوع، وهنرجع لنقطتنا الاساسيه ونقول ان عباره فكره العالم الافتراضي اللي احنا بنتكلم فيه هو ان احنا هنتفاعل مع عالم رقمي اخر من انتاجنا احنا عايزين نعيش فيه، وممكن نوصل لمرحله ان العالم الافتراضي ده هو اللي يدخل في حياتنا الشخصيه. وزي ما حضرتك اديت في المقدمه واتكلمت بشكل بسيط ان احنا في العصر الحديث هنتفاعل مع العالم الرقمي، وعندنا ثلاث مراحل من العالم الافتراضي. اول حاجه اللي هي الفي ار، الفيرتشوال رياليتي، ودي حضرتك الانسان البشري بيتفاعل معاها فيزيائيا مع الحياه الرقميه او البرامج الرقميه بشكل هو بيدخل فيها، يعني بيخلق شخصيه ليه وبيدخل يتفاعل مع العالم الرقمي. طبعا طبعا، يا اما بتدخل بشخصيتك الحقيقيه او بشخصيه رمزيه اللي هي الافاتارز، والتكنولوجيا والتطوير اللي شغال دلوقتي حضرتك عشان يوصلك لمرحله ان انت كانسان 3D تدخل بشكلك الطبيعي وتتفاعل مع العالم الرقمي ده بشكل متكامل.
ومن هنا هنخش على المرحلة الثانية اللي فكرة العالم اللي هو العالم المعزز أو العالم الافتراضي المعزز اللي هو الأوجمانتد رياليتي، بمعنى أن العالم ده هو اللي هيجي لك ويدخل في حياتك الشخصية. مثال بسيط، أنت حضرتك عايز تعمل لنفسك رحلة في مكان سياحي في العالم في مكان تاني، الناس المطورين هيشتغلوا على الموضوع ويخلقوا لك البيئة الرقمية اللي تجي لك لحد عندك، تمام، وتقدر أنت زي ما حضرتك قلت مسبقا ان تدخل بضغطة زر تدخل في العالم ده وتعيش المود كامل وتعيش في البيئة الرقمية كأنها مفيش حاجز فاصل بين البيئة المادية الفيزيائية والبيئة الرقمية، كأن انت انسان عايش في الجو ده طبيعي جدا جدا، وهتقطي فضلتك اللي انت اخترتها بتكلفة اقل، وده النموذج. وانت نايم على السرير يعني. وانت نايم على السرير. ومش كده وبس، كمان ده كمان هيعملوا خلط في الميكس رياليتي اللي هو النموذج الثالث اللي هو هيكون متاح للناس ما بين الفيرتشوال رياليتي اللي هو العالم الافتراضي والعالم المعزز، بحيث ان انت يبقى عندك اوبشن يا اما تروح لهم يا اما هم يجوا لك، يا اما حضرتك حسب بقى الفكر بتاعك وحسب النيدز بتاعتك، لان الناس دي بتشتغل على التطوير، بتشتغل على احتياجات البشر بشكل بروفيشنال وبشكل يخليهم يحولوه لاقتصاد يزودوا ارباحهم بيه واستثماراتهم بشكل جميل جدا وبسيط. طيب استاذ اشرف، كده باختصار بقى، اكيد في مميزات واكيد في عيوب. طبعا. ايه بقى المميزات وايه العيوب التكنولوجيا الجديده اللي احنا هنشوفها دي؟ المميزات هتظهر لما احنا ناهل نفسنا بشكل كامل ان احنا نستفيد من التقنيات دي. بمعنى ايه؟ ان انا العالم كله بيتحول لاقتصاد رقمي، فانا لازم اكون جاهز بالهوم ورك بتاعي اللي يأهلني ان انا استفيد من الاقتصاد الرقمي ده، فانا لازم اكون مؤهل الاجيال اللي جايه واطور في التعليم ان هو يرتبط بالبرمجيات والخاصه بالبرامج دي عشان يكون ليا حصه في الماركت شير او في السوق الخاص بالتقنيات دي. دي ميزه. الميزه الثانيه ان هي هتدي للانسان مستوى رفاهيه غير طبيعي في الحياه الاجتماعيه. الميزه الثانيه اللي الناس بتقول عليها عيب وفي نفس الوقت هي ميزه، ان دي هتعلم الناس الكسل. بالظبط. بالعكس، احنا عندنا طبعا التكنولوجي اللي احنا شفناها من برامج الوي والبرامج المرتبطه بتحرك جسم الانسان مع الالعاب فيزيائيا، ما انت هيكون عندك تقنيات افتراضيه او عالم افتراضي معزز هيخليك تمارس الرياضه بشكل اسهل وبشكل محسوب وبشكل فيه تحليل رقمي وفي برامج بتفيد صحتك بشكل اكتر. يعني هو ممكن يا استاذ اشرف كده، يعني شخص مثلا عايز يمارس الرياضه يلبس النظاره ويقعد على جهاز الكمبيوتر ويبتدي يجري كانه بيجري في ده احنا ده احنا ماشيين بيوند الامور دي كمان، ده احنا داخلين في مرحله من الثوره اللي هتخليك ما تلبسش نظاره، لان هم شغالين بشكل متقدم جدا، دي ادفانس تكنولوجي، شغالين ان في يوم من الايام انت مش هتحتاج تلبس نظاره، انت هتحط شريحه هتربط الحواس، لان احنا كنا معتمدين على التقنيات دي ان هي صوت وصوره، لا ده هيرتبط بالحواس بالحركه وبالشم وبالرؤيه وبالسمع وكل شيء، هتربطك فيزيائيا بان انت هتستخدم الشريحه دي او العدسه دي هتربطك وهتشيل الحاجز ما بين العالم الفيزيائي والرقمي وتمارس حياتك بشكل طبيعي جدا جدا، لدرجه ان انت ممكن تقابل ناس انتقلوا الى الحياه الثانيه وتتعامل معاهم في الحياه العاديه خالص، وده حاجه تخوف طبعا، بس مع المبادئ والقيم اللي موجوده في في في, في الشعب المصري او في الانسان عموما لازم يحصن نفسه بيها، الامور هتوصل لمرحله ان ده هو المنع الوحيد ان هو يخليك تعمل حاجات زي كده. فالميزات، من ضمن الميزات كمان ان الاقتصاد هيحصل فيه تطور بشكل غير طبيعي، الانسان المؤهل هو اللي هيقدر يحصل على نصيبه من الماركت شير او حصته في السوق، وده اللي احنا بنقول عليه. طب ايه اللي هيفيده كمان الانسان؟ هيأثر في التطور الصناعي، لان التقنيات ده هتخلي الانسان دوره بسيط فالاخطاء البشريه هتكون اقل، وبالتالي حجم الانتاج هيزيد اضعاف بشكل مقنن وبشكل دقيق، وبالتالي هيسمح لك فرصه بالتقدم الاقتصادي كمان. طيب الربط بين العالم، لما احنا مرينا بالازمه العالميه في 2008 وحصل الدروب الاقتصادي في العالم، بدا تغيير الفكر الاقتصادي يدخل في دائره الاقتصاد الافقي او الشمولي، ان احنا كلنا كبشر على مستوى الكره الارضيه مرتبطين ببعض، لازم نتفاعل مع بعض بغض النظر عن اللغات وبغض النظر عن الثقافات، وكل واحد فينا يفيد التاني في العالم البعيد عنه بالميزه اللي موجوده عنه بتكلفه اقل. ودي من ضمن ميزات العالم الافتراضي اللي جاي ان شاء الله. العيوب، العيوب احنا لازم نكون مؤهلين كويس ان احنا ما نسيبش نفسنا للعالم الافتراضي ياخدنا من نفسنا، احنا في النهايه بشر
ولو احنا سيبنا نفسنا للتكنولوجيا والتقنيات الحديثه مش هتقوم من مكانك بقى. مش هتقوم من مكانك، هتسيب الشغل وهتسيب الحياه كلها وبالعكس انت شخصيتك هتذوب في الثقافات والحضارات المختلفه، وهتولد عندك نوع من الامراض النفسيه والاكتئاب، وبالتالي هتكون عنصر مؤثر بالسلب في المجتمع وانت مش هتحس بالسعاده. فلازم نستفيد من الموضوع ده بشكل ايجابي. طيب برضه استاذ اشرف، عايز اسال حضرتك عن هل احنا يعني مصر طبعا وهي كاحد الدول من العالم الثالث، بس طبعا الحمد لله مصر يمكن في تقدم كبير جدا مختلف يعني في الفتره الاخيره، بشكل كبير يعني، هل يعني احنا مستعدين ان احنا نقتحم العالم ده ونخش فيه، وكمان الدول اللي طبعا اللي زينا او اللي اقل شويه يعني، هل برضو مؤهلين ان هم هذه التكنولوجيا يتعاملوا معاها ويدخلوا فيها خلال الفتره القادمه يعني؟ احنا بيزد او بناء على اللي احنا شايفينه من التخطيط الاستراتيجي وخطط مصر 2030، العنوان واضح ومعروف: التحول الرقمي. يعني ايه التحول الرقمي؟ يعني التحول من الحياه الميكانيكيه العاديه لكل شيء هيبقى رقمي. وبناء عليه الدوله خدت بكل الاسباب اللي بتبني البنيه التحتيه عشان نكون جاهزين للعالم ده. مش بس كده، ده احنا بنعمل علاقات مع الدول المتقدمه عشان تنقل لنا التقنيات دي في مصر عشان ندخل في ركاب الدول المتقدمه. وعندنا امثله كتير جدا جدا جدا. لو شفنا النماذج على الارض من بناء المدن الجديده الذكيه مبنيه على النظام الرقمي والتحول الرقمي في قطاع الحكومه اللي المفروض كان مفقود الامل فيه ان هو يتطور، وصلنا لمرحله دلوقتي حضرتك ان احنا بنعمل حاجات كانت بالنسبه لنا خيال، خصوصا مع الثقافه المصريه وارتباطها بالروتين والدوله العميقه في الاجراءات والكلام ده كله. فاحنا شايفين على ارض الواقع مدن جديده بتتبني مبنيه على التقنيات الحديثه، مستعدين للثوره الجديده من الانترنت والجيل الخامس بشكل متماشي ومتوازي مع التطور في العالم، ونامل ان احنا كمجتمع نخلق عندنا الوعي عشان نتعلم الثقافه دي ونتعلم العلم ده، ونبقى جاهزين بالهوم ورك بتاعنا ان احنا مجرد ما التكنولوجيا توصل لنا نكون احنا مستعدين نستفيد منها ونندمج فيها ونتعامل معاها وتنعكس على حياتنا الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه وكل مناحي الحياه. ده كده يا استاذ اشرف، لو مشينا بالمعدل اللي احنا ماشيين بيه ده، يعني افلام الخيال العلمي اللي كنا معتقدين ان هي بقى خيال علمي ونتفرج على حاجه من بره الطبيعه وده مش ممكن تحصل، احنا كده ممكن نوصل للمرحله دي يعني خلال طبعًا. طب خلال فتره يعني. هدي لحضرتك مثال بسيط. اتفضل. من كام سنه كده ليست بالبعيده كان بالنسبه لنا السمارت فون ده عباره عن حلم، صح؟ مظبوط. ان انت تمسك كمبيوتر في ايدك وتتعامل مع العالم كله وتشوف كل انواع الثقافات والاقتصاديات، تليفون في ايدك وانت موجود في اي مكان في العالم، كان بالنسبه لنا مجرد حلم او حاجه كده يعني بره الخيال زي ما بيقولوا. مظبوط مظبوط. طيب الروايات والقصص اللي في العصور القديمه مش كانت بتتكلم عن الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي كخيال؟ مظبوط. طب مش احنا دلوقتي بنلعب جيمز 3D؟ مش احنا حضرتك دلوقتي بنتعامل مع الحاجات دي بمنتهى البساطه والسهوله وبنتعامل مع قواقع ملموس؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل طبعا. طب ايه اللي يخلينا نقول ان احنا لازم يكون عندنا فكر تطويري؟ عشان ارد على الناحيه اللي حضرتك او السؤال اللي حضرتك قلتيه ده، الفكر التطويري بيقول وبينص على ان الانسان لما بيتطورش وبيندمج وبيبقى عنده مرونه مع الحياه بينتهي، وزي ما قال داروين البقاء مش للاذكى ولا للاقوى، لا ده قال حاجه جميله جدا، البقاء للقادر على التكيف. صح. بدليل ان في شركات اندثرت وانتهت، شركات عالميه زي شركات يعني احنا ممكن نقول حتى اسمها لان هي انتهت، شركه كودك. ما خدوش براي موظف صغير بيكلمه عن الكاميرات الذكيه اللي هتيجي هتدخل في الماركت شير، عمر المنتج انتهى، ما خدوش بكلامه، الشركه دي انتهت. مظبوط؟ مظبوط. فاحنا لازم نقول ان ما فيش حاجه اسمها خيال، في حاجه اسمها الانسان بيشتغل وبياخد بالاسباب، والدليل على كلامي ان المستثمر ده مش انسان ساذج، ولما مستثمر زي مارك زوكربيرج يخصص 10 مليار دولار للانفاق على مشروع الميتافيرس، الانسان ده بيزنس مان وبيشتغل على اقتصاد، فهو لما يحط 10 مليار دولار عارف هو هينعكس عليه بعد ما البحث ده يخلص التطوير بتاعه وينقله لعالم التنفيذ والواقع. طيب اخر حاجه يا استاذ اشرف، ازاي نهيئ الاولاد اللي هم اصلا ادمنوا دلوقتي افلام الكرتون وافلامه ادمان الموبايلات والسمارت فونز والحاجات دي كلها، ان هم يتعاملوا التعامل الامثل مع الثوره القادمه؟ سؤال مهم جدا جدا وسؤال جوهري احنا لازم نشتغل عليه كلنا، لان احنا لينا دور في تربيه الاستثمار بتاعنا في البيت اللي هم اولادنا. اهم شيء ان تعرف تتعامل مع الطفل. الاطفال ديت اجيال متطوره ذهنيا، البروسيسور بتاعهم ما شاء الله عالي جدا،
فالتكنولوجيا ماشيه معاه. فانا لما اجي اتعامل معاه في الحته دي او امنعها منه لازم اوفر له البدائل المرتبطه بنفس الاسبكت او نفس الكونسبت. لازم انا ادخل في حياته الشخصيه واتفاعل معاه واقسم له الوقت اللي بيستخدمه في الترفيه، الوقت في الترفيه ووقت في الانتاج. يعني انا ممكن استغل ابني او بنتي واقعد معاها اقول لها ما تيجي نتعلم حاجه جديده زي برامج التصميم مثلا. جايز ابنك يكون عنده كرييشن عالي مظبوط، واحنا بنشتغل وقت في التعليم الابتكاري، فاحنا عايزين نمشي مع موجه التعليم اللي بتطور الدول. فالمفروض ان احنا نعمل ايه؟ نقعد مع اولادنا نقول له تعالى انا هعلمك مثلا برنامج الديزاين مثلا 3D. طب ما تيجي نقسم الوقت مثلا بدل ما هو 100% ترفيه بس، طب ما انا عايز استغل حاجه زي كده ونتعلم على برامج تفيدك وتفيدني، تمام، ويبقى ليك اقتصاد خاص بيك من وانت صغير، وبالتالي انت هتكتشف المواهب فيك، ولما تيجي تدخل في مراحل التعليم التخصصيه هتدخل مثلا في كليه مرتبطه مثلا بالاي تي، بعلوم الكمبيوتر او البرمجه أو أو, او 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 من هنا بيجي فكر ان انا بحول الحاجات الترفيهيه او مضيعه الوقت لفكر استثماري مظبوط، بستغل اولادنا مظبوط، وبمشي مع الموجه اللي هم هيتقبلون عليها. صحيح. ده بمنتهى البساطه يعني. صحيح. اعتقد ان سياسه البدائل هي انجح سياسه في اداره الاعمال وفي الحياه الاجتماعيه كمان. لازم توفر البديل لزوجتك لاولادك بحيث ان هم يستفيدوا من الحاجات دي مش بشكل مضر. نبعد عن العيوب بقى ونخش في الميزات بتاعت التقنيات دي. صحيح. انا سعيد باللقاء مع حضرتك وحواري معاك النهارده استاذ اشرف، واستفدنا اكيد من معلومات حضرتك يعني في هذا المجال. أشكرك. كل الشكر والتقدير لحضرتك وعلى حضورك النهارده استاذ اشرف الجندي الباحث في التحول الرقمي. شكرا جزيلا لحضرتك. كل الشكر والتقدير لاتاحتنا الفرصه ان احنا نوضح معلومه بسيطه عن حاجه كبيره جدا جدا هتغير حياتنا ان شاء الله. شكرا لسيادتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. نروح لتقرير قبل ما نبدا فقرتنا الثانيه. شهدت جامعه عين شمس فعاليات زياره وفد صندوق تحيا مصر لتفقد معامل مهارات كليه الطب بالجامعه، وافتتاح معرض دكان الفرحه بالمدينه الجامعيه بحضور اللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه وامين صندوق تحيا مصر. نتابع فقرتنا حضرتك. تفقد وفد صندوق تحيا مصر معمل المهارات بكلية الطب جامعة عين شمس، والذي يحتوي على عدد من نماذج المحاكاة والتي قدمها الصندوق للجامعة بالكامل. وثمن رئيس جامعة عين شمس على جهود صندوق تحيا مصر لدعم معمل المهارات بكلية الطب، ما يعطي فرصة للطلاب لزيادة التدريب وتقليل الأخطاء التدريبية وإكسابهم مهارات خاصة. والأجيال القديمة طلعت إن أول مرة أشوف مريض كمريض حقيقي، فكان بيبقى في نوع من البانيك أو الاضطراب أو القلق أو الانزعاج، عدم التركيز، حاجات كتيرة قوي. لما بيقابل السيناريوهات المختلفة للأمراض المختلفة في التخصصات المختلفة على المانيكانات اللي شفناها وبصوره بقى متفاعله فعلا، لان دلوقتي مانيكان اصبح باستخدام التقنيات الجديده والتكنولوجي ممكن احقن دواء تبان نتيجته على المونيتور اكنه مريض حقيقي. فكرته ان هو يدرب الطالب والطبيب المبتدئ على اجهزه محاكاه مماثله للمريض تماما، بس طبعا كل لما بيتدرب على اجهزه المحاكاه ده يعني أداؤه الطبي والتعامل مع الحالات الحرجة والعمليات والولادات بيبقى أداؤه أعلى بكتير قوي. طلاب كلية الطب أعربوا عن سعادتهم بهذا الدعم، موضحين أن توفير نماذج لمختلف الحالات التي يمكن أن يتعرض لها الطبيب في مختلف التخصصات تساعد في الارتقاء بجودة التدريب عبر نموذج المحاكاة حفاظا على حقوق المريض. الحقيقة إحنا بنجهز الزملاء الأطباء على ازاي يعني بالنسبه لنا في البرنامج المتقدم لمعالجه اصابات الحوادث، ازاي يتعاملوا مع الاصابات لما يجي واحد في حادثه، ازاي يتعاملوا معاه هنا بالطريقه الصحيحه العالميه اللي الستاندر بتاعها انترناشنال. هنا المحاكاه بيعلمونا ان احنا من اول تعامل مع المريض، من اول ما يدخل عندنا الاستقبال اول حاجه ان احنا بنتاكد من التنفس ومجرى التنفس، وبيعلمونا ان احنا نركب مثلا انبوبه التنفس. وتم تجهيز معمل المحاكاه في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين الصندوق والقطاع الخاص لدعم محور التدريب والتعليم الذي ينفذ من خلالها الصندوق مبادره بالعلم نستطيع.
الحقيقه السيد الرئيس من خلال مبادره بالعلم نستطيع اللي بينفذها صندوق تحيا مصر كلف الصندوق بتجهيز الجامعات المصريه باحدث ادوات التدريب او التعلم من خلال اجهزه المحاكاه خاصه في كليه الطب. وعلى هامش زياره وفد صندوق تحيا مصر تم افتتاح دكان الفرحه والذي يستهدف توزيع ملابس ومنتجات مختلفه على المستحقين بالجامعات. إضافة جديدة ومهمة تقدم نماذج محاكاة لطلبة كلية الطب من أجل تفادي الأخطاء وإكسابهم مهارات خاصة بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في وقت واحد ومواكبة التطور العلمي. أسماء حسن، النيل. مرحبا بحضراتكم من جديد، وأكيد النهاردة بنحاول بقى نستمتع بقى نغير شوية المود زي ما بيقولوا. فعلا الباليه يعني فن ذو مذاق خاص، ليه كده يعني مفهومه وليه تفاصيله، هو عباره عن رسم لوحات بشكل او باخر، فانت في الحقيقه تبقى مستمتع بكل من يقوم بهذه الفنون، واكيد كمان بينعكس على الشخصيه بشكل كبير وبيلعب ليه دور كبير في رسم وتاثير في الشخصيه. وكمان هما مش مقصور فقط على البنات، لكن لا للبنات وللولاد، لكن طبعا اكيد البنات هما متميزين اكتر في الباليه وبيلتزموا طبعا بنظام صارم في كل حاجه. اكيد ده اللي هنعرفه النهارده مع جنة عمرو مصطفى. ازيك يا جنة؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. قولي لي بقى الباليه كده رحتي ازاي؟ احكي لي كده من البدايه، يعني ايه اللي اخترتي ولا ماما اللي اختارت ولا مين اللي قرر تبقي في الباليه؟ هو يعني بعد ثانويه عامه انا كنت عملت حادثه انا واختي، بس انا بقى اللي كنت في، الله يسلمك، انا اللي يعني الحادثه كانت ليها تاثير كبير عليا. كان عندي جرح كبير في رجلي وكان عندي تهتك في العضلات، فكان قعدت فتره ما كنتش بمشي، ما كنتش بقوم، ما كنتش باكل، ما كنتش بعمل اي حاجه. كان اصلا الفتره دي تاثيرها نفسيا وجسديا كانت صعبه عليا، فماما كانت حاسه اللي هو يعني هي عايزه تخليني ابقى كويسه واللي هو ارجع ابقى زي الاول تاني. فانا كنت المفروض ان انا الجا للعلاج الطبيعي عشان ارجع امشي كويس وكده. فالدكتور قال لها هي محتاجه تتمرن حاجه تقوي عضلاتها تاني او ترجع يعني ترجعها زي الاول تاني، فاختارت الباليه. انا كان نفسي من زمان ان انا اتمرن يعني باليه. انت ما ابتديتيش الباليه وانت صغيره؟ لا انا ابتديته، انا بقالي 4 سنين بتمرن باليه. طب دي رساله مهمه جدا ان ما فيش بقى تاخير في السن او لازم 5 سنين و6 سنين، لا انت ابتديتي وانت لا حقيقي ما فيش اي مشكله، يا فعلا اتس نيفر تو ليت، لان موضوع يعني مش صعب زي ما كنا متخيلين اللي هو بيقتصر على سن معين او كده. من اي سن ممكن عادي تبدا تتمرن باليه. هي الفكره في ان انت تشتغل على نفسك سترينث اكتر، فليكسيبيليتي اكتر. طول ما انت شغال على نفسك هتلاقي نفسك بتتطور فيه. يعني انت ما فكرتيش وانت صغيره تتعبي باليه؟ انا كنت بفكر من زمان وانا صغيره، يعني انا كان نفسي يعني الباليه ده كان حلمي من وانا صغيره، بس ما جاتش فرصه. يعني كنت حاسه اللي هو ايه خلاص فات الوقت، اللي هو مفيش امل ان انا يعني اوصل ان انا اتمرن باليه دلوقتي. بس بعد ما حصل الموضوع بتاع الحادثه، ماما راحت هي قدمت لي وقالت لي انا معاكي انترفيو بتاع ومش عارف ايه وروحي عشان تجربي. ورحت وفعلا الدكتور باسيوني اول ما قابلته سالني في كذا سؤال كده، اتمرنتي قبل كده مش عارف ايه، وبعد كده راح قال لي خلاص تمام. ودخلني معاه في الباليه وبقالي دلوقتي 4 سنين معاه. طب حلو جدا، واكيد كمان احنا معانا يعني هو مجموعه يعني مجموعه رقصات من الباليه تبقى موجوده معانا، بنشوفها اهو بنتفرج كمان وبنمتع الناس. طيب اكيد يا جنة استفدت بقى دراسيا مهاريا، اثر ايه في شخصيتك بشكل عام الباليه؟ هو اداني سيلف كونفيدنس عاليه جدا، ثقه في النفس جدا. يعني انا كنت في فتره اصلا صعبه بالنسبه لي، اللي هو ما كنتش واثقه في نفسي خلاص، ولا كنت متضايقه. كانت فتره صعبه بالنسبه لي، اللي هو فتره كمان انا لسه خارجه من ثانويه عامه وداخله جامعه ومش عارفه حاجه وكده، فالموضوع اثر في نفسيتي جامد بصراحه. فكره ان انا بقيت اشوف نفسي اللي هو انا اتطورت من مرحله انا كنت فين وبقيت فين، الموضوع نفسه اثر فيا، اللي هو انا حاسه ان انا يعني بقيت احسن، اللي هو انا فعلا اتطورت في الموضوع ده بشكل انا مبسوطه بيه ومبسوطه للي انا وصلت له. وحقيقي مع التمارين الكتير، عملنا حفله من قريب في الاوبرا على المسرح الكبير، وكانت حفله كبيره حقيقي. يعني انت خلاص بقى نقدر نقول بقى ان انت من موضوع الممارسة، وانت حبيت تمارسيه في الاول عشان تخرجي من موضوع اللي بقى للعالمية بقى زي ما بيقولوا. بالظبط كده، انا كنت داخلاه كهواية، اللي هو حاجة بس هتساعدني ان انا اتمرن. انا زي اي حد عادي، انا بكسل اقوم اتمرن واروح جيم او كده، فانا قلت انا لو التزمت بحاجة هتخليني غصب عني ان انا انزل اتمرن، غصب عني هشتغل على نفسي
ولان انا هبقى ملتزمه بمواعيد وملتزمه بميعاد تمرين وكده، فانا لقيت ان الموضوع شجعني واحده بواحده، لقيت الموضوع انا حبيته، اللي هو انا مش بعمله بس كهوايه، انا بعمله عشان دي حاجه انا بحبها. واحده واحده لقيت اللي هو ايه ده في حفله، ايه ده طب هنتمرن. كنا بنتمرن عدد ساعات طويل جدا عشان نعرف ان احنا نبقى شكلنا حلو في الحفله، وكانت فعلا هي حفله كانت كبيره قوي وكان ناس كتير حضراها، وكانت حاجه كانت حلوه يعني في مركز تنميه المواهب بالنسبه للاوبرا. كانت حاجه ده انت صورك ايه؟ طب ده انت فنانه كبيره يعني. يعني اقول يعني نيلي كريم بقى المستقبليه يعني. طيب بصي انا عايز برضه اسالك هنا، يعني انت في كليه ايه دلوقتي؟ انا فاكالتي اوف ارتس جيوغرافيك انفورميشن سيستم اند ريموت سنسنج. هو الموضوع صعب بس هيتحل. طيب سنه كام؟ ثالثه جامعه. طيب يعني اكيد ده مجال طبعا يعني انت تفوقتي فيه وده ما اثرش على دراستك، ده اللي عايزين نوصل للرساله دي، ازاي مشيتي في الاثنين مع بعض؟ طبعا دي ما شاء الله عليكي يعني الرشاقه الممتده يعني. ماما طبعا كان اول شرط بالنسبه لها اللي هو هتخشي حفله هتخشي اي حاجه ده ما ياثرش على دراستك. وكان الفتره اللي احنا اصلا فيها تمرينات الحفله كانت امتحانات فاينل، فكان اللي هو لازم اظبط وقتي ما بين المذاكره وما بين التمرين، ما ينفعش حاجه تاثر على حاجه. الحمد لله يعني عرفت اظبط الموضوع ورتبت على الدفعه. ما شاء الله. طيب هايل جدا، ده برضه بيدي رساله قويه جدا ان الرياضه عمرها ما تاثر على النشاط او على انت تمارس هوايتك او حتى لعبتك المفضله وتبقى بطل في الاثنين يعني تقدر تتميز. هو اهم حاجه تنظيم الوقت. طيب ده احنا بقى عايزين تقولوا لنا الصور بقى واللياقه دي وصلنا لها ازاي بقى؟ بالتمرين يعني. كمان فترة الكوارنتين دي كانت فترة يعني أثرت فيا، أثرت فيا جدا يعني. ناس ما شاء الله تخنق جدا في الحاجة، وفي ناس ما شاء الله عملت لياقة يعني. يعني الفترة دي عشان ما كانش في بقى دراسة، ما كانش في انشغال، فكنت اللي هو كل يوم بصحى أتمرن، كل يوم بعمل حاجات. هي كانت أصعب فترة بصراحة بداية الاسترتشنج دي، اللي هو كانت حاجة جديدة بالنسبة لي، اللي هو إن أنا أفتح سبلات أو كده، ده كان موضوع صعب. مش سهل بالنسبة لأن أنا كمان كبيرة مش صغيرة. فكان الموضوع في الاول صعب، بس واحده بواحده اللي هو مع التمارين، مع ان انا اللي هو لا هقدر، لا مش عارف ايه كلام كده، اللي هو لازم اشجع نفسي عشان اعرف اكمل في الموضوع. واحده بواحده لقيت نفسي اللي هو انا بتطور، ايه ده طب حلو، ايه ده طب ده انا نزلت المره اللي فاتت عن اللي قبلها، فبقيت اللي هو طب لا مش هكسل، طب هحاول، وغصب عني اللي هو احاول على قد ما اقدر ان انا ما اكسلش واقوم اعمل. طب نقدر نقول كام ساعه في اليوم تمرين؟ لا مش كتير، هي ممكن ربع ساعة مثلا. هو أهم حاجة إن أنا بس اللي هو أشغل عضلاتي، بس أهم حاجة التسخين قبل أي تمرين. يعني لازم إن احنا نبقى مسخنين كويس جدا، مشغلين عضلاتنا كويس جدا قبل ما نفتح حوض أو نفتح أي حركات، لأن الموضوع ممكن يسبب إن احنا يحصل لنا تمزق أو حاجة زي كده. طيب السؤال بقى، المصريين تعرفوا بيحبوا الأكل، اكيد في محشي، اكيد في اكل يعني. اكيد. طب بتعملي ايه بقى؟ لا هو ملوش علاقة بالأكل خالص. انا باكل كل حاجه. يعني ما عندناش فكره اللي هو لازم تاكلي حاجه معينه. احنا اصلا في وقت التمرين بتاع الحفله احنا كنا بنقعد عدد ساعات طويل جدا، فاحنا دليفري على طول يعني وعيدة. بناكل كل حاجه، هي مالوش علاقه بالاكل. اكيد احنا بنراقب الوزن بشكل كبير يعني. لا خالص، هو عامه اللي انا اكتشفته بعدين ان هو مالوش علاقه بالوزن. يعني في ناس ممكن يكون وزنها مش بيرفكت مش مثالي، بس هم عضلات جسمهم قويه جدا، الفلكسبيليتي عندهم عاليه جدا، فيعرفوا يوصلوا اللي هم عايزينه وبيكونوا بروفيشنالز وبيرقصوا حلو جدا. فهي ملهاش علاقه بالوزن خالص. طب حلو جدا. عايزه اقول بقى، انت واقفه فين دلوقتي وحلمك ايه اللي جاي؟ حلمي اللي جاي، حلمي ان انا اكمل في دراستي. أكيد. دراستي الجامعيه، واتخرج اشتغل في المجال بتاعي، لان انا شايفه ان المجال بتاعي انا مختاره لان هو عجبني، ان هو حاجات ليها علاقه بالريموت سنسنج وبالجي بي اس وبالجلوبال مابينج والحاجات دي كلها لفتت نظري وانا حبيتها. هو المستقبل. وهو المستقبل بالظبط. وان انا برضو في نفس الوقت اهتم بالبالي ما اسيبوش. انا ناويه ان شاء الله ان انا يكون عندي ماي اون مدرسه، وان انا ان انا امرن الناس، لان انا كمان حاسه ان انا لو مرنت اطفال على القيم بتاعت البالي من وهم صغيرين الموضوع ده هيكون يعني هيأثر فيهم بشكل حلو. طيب دي نقطة مهمة جدا يا جنة، عايزة أسألك فيها، المكتسبات بقى اللي اكتسبتيها إيه من الباليه؟ أول حاجة الثقة في النفس، تاني حاجة إن مفيش حاجة مستحيلة. يعني مهما تعبت ومهما حسيت إن أنت مش كويس أو حد قال لك كلام اللي هو أنت لأ أنت مش بتعمل حلو أو أنت محتاج تعمل أحسن أو أنت لأ تخنت أو كده، كل الكلام ده المفروض ما يأثرش فيا بطريقة وحشة، بالعكس ده المفروض يشجعني إن أنا أشتغل على نفسي أكتر، وإن أنا برضو أحقق اللي أنا عايزاه، لان ما حدش كده كده
هيركز في اللي انا بعمله غيري، انا اللي هستفيد بالموضوع، انا اللي هبسط في الاخر. فهي بس فكره اللي هو ما تضايقش من اي كلمه تتقال لي او ان انا مش شاطره او اي حاجه، مجرد ما اشتغل على نفسي اكتر واكتر انا لوحدي هتطور ولوحدي هبقى احسن. طيب، هو دايما الباليه بيرسم طابلو او لوحه بمعنى اصح، دايما بيكون في رسم لوحات، هل ده بيساعد ان انت تتعامل مع اصحابك ومع زمايلك؟ يعني تنميه روح الفريق ما بينكم، ولا بيبقى في تنافس شديد، ولا هو في مجال بيكون في تنافس؟ بس احنا بالنسبه لنا احنا كنا واخدين الموضوع كان احنا مبسوطين وبنجرب حاجه جديده. رهبه المسرح دي كان اول مره ان احنا نواجهها مع بعض كلنا. بالعكس، انا الفتره اللي هي كانت بتاعه الحفله انا عملت صحاب كتير جدا الفتره دي. ما كنتش متخيله ان انا ممكن اصلا يكون ليا الصحاب دول في البالي اكتر من كمان في الجامعه او في الحياه اللي بره. بالعكس، يعني هو في منافسه في اللي هو ان كل واحد بيحاول يطور من نفسه، بس برده في تشجيع اللي هو لا انت هتقدري، ايه ده، لا عملتيها حلو مثلا، بنبص على بعض في الحركات، ظبطتيها وما ظبطتيهاش، لا محتاجه تظبطي كذا، بنقول لبعض ايه النقط الضعف اللي عندنا عشان يعني نطورها، بنبعت لبعض فيديوهات عشان امبروف الفلكسيبيليتي او السترينث بتاعتنا كده. يعني اكيد، يعني انت طبعا مارست الباليه ده عشان حادثه ودخل في الموضوع، فاكيد الدور البيت وماما اكيد ست عظيمه جدا، قامت بدور كبير جدا معاك ان انت تروح وتيجي وتتعبي وانت تعبانه، واكيد توديكي. فانا الحقيقه بوجه لها الشكر طبعا، واكيد تقولي لماما عملت ايه معاكي بقى. هي اكتر حد شجعني على الموضوع بصراحه، يعني هي اللي جت قالت لي انا قدمت لك وروحي جربي، وانا اللي كنت مقلقه في الاول واللي هو طب انا خايفه، طب ممكن ما انفعش، طب هرجع زي الاول، طب هبقى كويسه، قالت لي تجربي وهوايه وكده، ورحت وجربته. بعدين لقيتها اللي هو ايه ده، طب انت عملتي حلو، بقت اللي هو كل ما تشوفني بتطور تقعد تقول لي ده انت عملتي حلو، انت بتتطوري، انت بقيتي احسن، لغايه ما بقيت ان انا تمام قادره ان انا اروح واجي لوحدي، واتطورت بقى كمان في الحركات وفي الفلكسيبيليتي، عضلاتي نفسها بقت اقوى من زمان، اللي هو انا حاسه بتطور. هي بقت كل ما تشوفني تقول لي انا حاسه ان انت اتطورتي، انا حاسه انك مبسوطه، دايما بتشجعني على اي حاجه انا بعملها، وفي نفس الوقت معوداني ان انا ما اقصرش في حاجه على حاجه. يعني انا بحاول ان انا اوازن ما بين كل حاجه في حياتي، لان انا كمان مثلا بحب الرسم جدا. واشتركت في جاليريز، واكتشفت ان كمان لما عرضت اللوح بتاعتي فيها يعني نالت اقبال جدا من ناس، وناس اشترت اللوح، وكان الموضوع بالنسبه لي كان حاجه جديده. احنا هنتابع بقى فنانه متكامله بقى. شكرا يا جنة، وطبعا خلال برنامج نوجه رساله لماما، بنشكرها جدا ان هي رابت معاكي، ودي طبعا رساله لكل الامهات ان هم لازم يهتموا في الحياه، يكونوا داعمين جدا لاولادهم. ما فيش رياضه بتاثر على الشغل او بالرياضه بتاثر على المذاكره، او رياضه بتاثر على الجامعه، لكن في الحقيقه طبعا كله بيتكامل مع كله. كل التوفيق المره الجايه بقى، وانت بتعملي بقى كسرت الفندق بقى. ان شاء الله. شكرا يا جنة، سعداء بيكي، شرفتينا، وكل التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. المره الجايه ان شاء الله نستضيفك انت متخرجه، وانت بطله وصاحبه كمان مدرسه كبيره في الباليه. شكرا ليكي يا جنة، شرفتينا. جنة عمرو مصطفى، شكرا جزيلا ليكي. الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وبالطبع النماذج المشرفه في جيل المستقبل مستمره دايما مع حضراتكم دائما باذن الله. في نفس الموعد من الاسبوع القادم نلتقيكم دائما. الى اللقاء.